بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هنبدأ مع بعض إن شاء الله دلوقتي في كورس Introduction to Digital Communications. الحقيقة الكورس ده من الكورسز المهمة جدا، لأنه أغلب الكوميونيكيشن سيستمز اللي موجودة في الدنيا دلوقتي هي بقت عبارة عن ديجيتال سيستمز، وحتى الأنالوج سيستمز اللي لسه موجودة دلوقتي هي عددها قليل، وأغلبها يا إما بتتحول دلوقتي لديجيتال أو هتبدأ قريب إنها تتحول لديجيتال. الموضوع ده ليه أسباب كتير، يعني يمكن من أهمها إن إحنا كل البروسيسنج اللي احنا بنعمله في حياتنا احنا بنعمله بكمبيوترز وبروسيسورز ومايكرو كنترولرز وكل الحاجات دي، والحاجات دي شغاله كلها ديجيتال. فاحنا عشان خاطر نستفيد بالبروسيسنج باور الموجوده في الحاجات ديت محتاجين ان احنا نبدا نتحول لديجيتال اكتر. برضو من الاسباب انه الديجيتال سيستمز فيها مميزات اكتر شويه من الانالوج سيستمز. كمثال على المميزات ديت، الريت اللي بقدر ابعت بيه انفورميشن في الديجيتال سيستمز بيبقى اعلى بكتير من الريت اللي ببعت بيه انفورميشن في الانالوج سيستمز. واحنا الفتره ديت عموما الداتا عماله بتزيد بشكل كبير جدا، فبنبقى محتاجين ريتس عاليه عشان خاطر نقدر نواكب الزياده بتاعت الداتا اللي موجوده دلوقتي. برضو الكواليتي بتاعت الديجيتال سيستمز بتبقى احسن من الكواليتي في الانالوج سيستمز. السكيورتي في الديجيتال سيستمز احسن من السكيورتي في الانالوج سيستمز. والديجيتال سيستمز برضو بتبقى اميون للنويز اكتر من الانالوج سيستمز. فكل الحاجات ديت بتخلينا ان احنا نبدا نتوجه اكتر للديجيتال سيستمز. زي ما قلنا الماده ديت هي Introduction to Digital Communications. هيبقى في ماده مكمله ليها المفروض السنه الجايه، اللي هي ماده Digital Communications. هنبدا بقى نتعمق فيها اكتر شويه في Digital Systems. بدايه كده اول حاجه هنشوفها اللي هو Basic Model لاي Communication System موجود في الدنيا. بيبقى عندنا هنا في Source of Information، اي نكون ايه نوع الانفورميشن اللي موجوده عندي ديت. وليكن مثلا لو كانت الانفورميشن ديت هي عباره عن صوت، فالسورس ده ممكن يبقى شخص بيتكلم. الانفورميشن ديت بتدخل على ترانسميتر. الترانسميتر ده بيبدا ان هو يعمل شويه بروسيسنج على السيجنال ديت، وبعدين يعمل لها موديليشن ويبدا يبعتها. الانفورميشن عشان خاطر توصل من الترانسميتر للريسيفر بتعدي في تشانل. التشانل ديت ممكن تكون وايرلس تشانل، يعني ممكن تمشي في الهواء او في الجو، او ممكن تبقى واير شانل فهتمشي بقى في كابلات، سواء مثلا كوكسل كيبلز او فايبر اوبتيك كيبلز او ايا يكن. السيجنال ديت المفروض لما توصل عند الريسيفر هيبدا برضو ان هو يعمل عليها شويه بروسيسنج، ويعمل شويه انفرس بروسيسنج للحاجات اللي الترانسميتر عملها، وبعد كده هيبدا ان هو يوصلها للديستنيشن. طيب الترانسميتر ده هو برضو بيبدا زي ما قلنا بيعمل شويه بروسيسنج وبيعمل شويه حاجات. الحاجات اللي الترانسميتر بيعملها ممكن انها تختلف من سيستم للتاني، فاحنا هنشوف البيزك ترانسميتر الموجود في الديجيتال سيستمز بيعمل ايه. في سيستمز تانيه ممكن الترانسميتر يكون بيعمل حاجات اكتر من كده. اول حاجه موجوده عندنا في الترانسميتر حاجه اسمها سورس انكودر. السورس انكودر ده بيعمل كذا وظيفه، يمكن اهم وظيفه فيهم هو ان هو بيعمل كومبريشن للسيجنال بتاعتي. انا السيجنال بتاعتي اللي بتجيلي من السورس بيبقى حجمها كبير، عشان خاطر ابعتها في التشانل بحتاج ان انا اعمل لها كومبريشن عشان خاطر اصغر حجمها واقدر ابعتها. وحكايه الكومبريشن دي كمان بتديني ميزه ان انا بقدر ابعت انفورميشن اكتر على نفس التشانل. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها شانل انكودر. التشانل انكودر ده وظيفته ان هو بيضيف على الانفورميشن اللي طلعت من السورس انكودر حاجه اسمها ريدندنسي. الريدندنسي ديت بنستخدمها لانه التشانل بتاعتنا هي مش ايديال. التشانل بتاعتنا في الطبيعي بتبقى مليانه نويز ومليانه انترفيرنس وفيها مشاكل كتيره جدا. فالانفورميشن اللي بتوصل عند الريسيفر هنا هي بيبقى فيها مشاكل كتير جدا، فيها ايرورز وفيها حاجات كتير جدا بايظه. فالتشانل انكودر ده وظيفته ان هو بيضيف لي حاجه اسمها ريدندنسي بيتس. الريدندنسي بيتس ديت عند الريسيفر بنستخدمها في حاجه اسمها ايرور ديتكشن اند كوركشن. بنستخدم الريدندنسي بيتس ديت عشان خاطر نعرف انه في ايرورز حصلت، ونعرف اماكن الايرورز ديت حصلت فين، ونعمل لها كوركشن كمان. ازاي الايرور ديتكشن كوركشن ده بيحصل؟ فده مش موضوع. اخر حاجه في الترانسميتر بنبدا ان احنا نعمل موديليشن. الموديليشن ده بقى باي نوع من انواع الموديليشنز، سواء كان لو احنا بنتكلم على ديجيتال موديليشن فهو ممكن يبقى امبليتيود شيفت كينج او فريكونسي شيفت كينج او فيس شيفت كينج او غيره، يعني مش موضوعنا دلوقتي. الريسيفر بقى برضو بيبدأ يعمل شوية حاجات. برضو ممكن الريسيفر شكله يتغير من سيستم للتاني على حسب الكومبلكس بتاع السيستم بتاعي، ولكن الريسيفر دايما هتلاقي ان هو بيعمل
عمليات عكس اللي الترانسميتر عملها. فاحنا هنا في الترانسميتر عملنا موديوليشن، فخدنا السيجنال بدل ما هي كانت بيس باند سيجنال خليناها بقت باس باند سيجنال. هنيجي عند الريسيفر هنعمل دي موديوليشن عشان خاطر نرجع السيجنال تاني تبقى بيس باند. بعد كده هنبدا ان احنا نستخدم الريدندنسي بيتس اللي الشانل انكودر حطها في حاجه اسمها تشانل ديكودر. الشانل ديكودر ده هو اللي بيعمل الايرور ديتكشن اند كوركشن. وبعد كده هي السيجنال هنا هتبقى طلع لي السيجنال اللي هي كومبريست، فانا عاوز اطلعها للديستنيشن فهرجعها المفروض لحجمها الطبيعي، فهنحط سورس ديكودر. السورس ديكودر ده كله وظيفته ان هو بيعمل الانفرس اللي السورس انكودر عمل. السورس انكودر عمل كومبريشن، هنا السورس ديكودر هيبدا يرجع لي السيجنال تاني لحجمها الطبيعي، وبعد كده تطلع لي الديستنيشن عادي خالص. زي ما قلت برضو ممكن يبقى فيه تفاصيل اكتر شويه من دولت في سيستمز تانيه على حسب يعني ايه السيستم بتاعنا. طيب عاوزين دلوقتي نشوف كده تايبس مختلفه للسيجنالز. هنعمل كلاسيفيكيشن للسيجنالز على حسب كذا حاجه. اول كلاسيفيكيشن هنعمله على حسب الامبليتيود، فبناء على الامبليتيود هيبقى عندي تو كلاسيفيكيشنز. ممكن السيجنال بتاعتي اقول ان هي تبقى انالوج سيجنال، والانالوج سيجنال ديت هي بتبقى سيجنال الامبليتيود بتاعها بياخد اي فاليو في كونتينوس رينج، يعني الشكل ده كده ده كده انالوج سيجنال. النوع الثاني بيبقى حاجه اسمها ديجيتال سيجنال. الديجيتال سيجنال هي بتاخد كامبليتيود يعني بتبقى واخده فاليو من فاينايت سيت اوف فاليوز، يعني مثلا يا اما 0 يا اما 1 او يا اما 5 فولت او 0 فولت وهكذا. دي كده ديجيتال سيجنالز. فيبقى على حسب الامبليتيود بحدد السيجنال يا اما انالوج يا اما ديجيتال. طيب على حسب التايم رينج اللي هي واخداه فالسيجنالز عندنا بتتقسم الى حاجتين، يا اما كونتينوس سيجنال فهي بتبقى ديفايند في كونتينوس رينج من التايم، او ديسكريت سيجنال فهي بتبقى ديفايند عند ديسكريت انستنس من التايم. فمهم جدا ان احنا نبقى عارفين نفرق بين الانالوج سيجنال والديجيتال سيجنال والكونتينوس والديسكريت. هنشوف دلوقتي كده كام مثال ونقول السيجنال ديت انواعها ايه بالظبط. كمثال مثلا لو بصينا على السيجنال ديت، فهي لو بصينا اول حاجه على الامبليتيود بتاعها هنلاقي ان هو بياخد اي فاليو في كونتينوس رينج، والتايم برضو نفس الكلام، فديت هنقدر نقول عليها ان هي كونتينوس سيجنال. كونتينوس يعني عشان هي التايم رينج بتاعها كونتينوس، وهي انالوج برضو لان الامبليتيود بتاعها بياخد اي رينج عادي اي فاليو عادي. السيجنال دي لو بصينا عليها هنلاقي ان هي الامبليتيود بتاعها بياخد فاليو معينه من سيت اوف فاليوز، يا اما مثلا 5 فولت او ماينس 5 فولت او ان يكن، فهي كده نقدر نقول هنا ان هي ديجيتال سيجنال. وبالنسبه للتايم فهي شغاله يعني هي ماشيه على طول التايم رينج، فهي كونتينوس ديجيتال سيجنال. لو بصينا على السيجنال ديت فهنلاقي ان هي بالنسبه للامبليتيود فهي برضو بتاخد اي امبليتيود عادي خالص، كونتينوس رينج اوف امبليتيودز، بس عند ديسكريت انستنس من التايم فدي هي هتبقى ديسكريت انالوج سيجنال. ولو بصينا هنا هنلاقي انه السيجنال بتاخد فاليو من تو فاليوز، وعند انستنس معينه من التايم فهنقول ان هي ديسكريت ديجيتال سيجنال. طيب في الكورس ده زي ما قلنا احنا مهتمين بديجيتال كوميونيكيشنز، ولكن هيقابلنا مشكله وهي انه اغلب السيجنالز اللي موجوده حوالينا هي انالوج سيجنالز. صوت مثلا بتاعنا ده انالوج سيجنال، مثلا التمبريتشر هي انالوج سيجنالز، اي اغلب الحاجات اللي موجوده حوالينا في الدنيا هي انالوج سيجنالز. فعشان خاطر نقدر ان احنا نشتغل ديجيتال اول خطوه هنعملها هي انه احنا نكونفرت السيجنالز بتاعتنا من انالوج الى ديجيتال. فاول خطوه دايما هتبقى الانالوج تو ديجيتال كونفرجن. في تكنيكس كتير بتستخدم في الانالوج تو ديجيتال كونفرجن، ولكن يمكن اشهرهم واللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي حاجه اسمها بالس كود موديليشن او بنسميه بي سي ام. البالس كود موديليشن ده مكون من ثلاث خطوات. اول حاجه اسمها سامبلينج، ويمكن الخطوه ديت احنا سمعنا عنها قبل كده، ان احنا بنبدا بالسامبلينج نحول الكونتينوس تايم سيجنال الى ديسكريت تايم سيجنال، وهنشوف السامبلينج بالتفصيل دلوقتي. تاني خطوه بنعمل حاجه اسمها كوانتايزيشن، وثالث خطوه بنعمل حاجه اسمها كودينج، والثلاث خطوات دولت هنتكلم عنهم بالتفصيل. في ناس ساعات وفي كتب ممكن نلاقي فيها انه البالس كود موديليشن ده يكونوا حاطين ان هو بيتكون من اربع خطوات اللي هم التلات خطوات اللي احنا قلناهم دولت، بس قبلهم ممكن يتحط خطوه بيسموها باند ليميتنج.
يعني في ناس بتحطها كخطوه وفي ناس ما بتحطهاش، ولكن انا عشان خاطر اعمل اصلا انا ديجيتال كونفرجن لازم السيجنال بتاعتي تبقى باند ليميتد، ما ينفعش السيجنال بتاعتي تكون يعني الرينج بتاعها من ماينس انفينيتي لانفينيتي. فلو كانت كده بنبدا ان احنا نحط في الاول لو باس فلتر عشان نخليها تبقى باند ليميتد، وبعد كده نبدا بقى ان احنا نعمل ايه سامبلنج وكوانتايزنج وكودينج. اول حاجه هنشوفها دلوقتي في المحاضره ديت هي السامبلنج. السامبلنج زي ما قلنا من شويه هي بروسيس بحول بيها كونتينوس تايم انالوج سيجنال الى ديسكريت تايم سيجنال. فلو بصينا هنا هي كانت دي كده كانت كونتينوس لان هي في التايم واخده الرينج كله تاخد اي فاليو عادي، والامبليتيود بتاعها برضو انالوج، فدي كده continuous analog signal. هبدأ ان انا احولها الى discrete time signal، فدي كده هتبقى discrete ولكن برضو الامبليتيود بتاعها still ايه analog. فدي كده انا لسه ما حولتش digital، انا حولت بس من continuous time الى discrete time. دي كده اول خطوة اللي هي خطوة السامبلينج. بعد كده بقى لما نكمل بقى الخطوات اللي هما الكوانتيزيشن والكودينج هتبدأ السيجنال بتاعتي تتحول الى completely digital signal. طيب من الحاجات المهمة ان احنا نعرفها في السامبلينج حاجة اسمها السامبلينج ريت اللي هو عبارة عن a number of samples per second وبنديله رمز ال fs. يعني السامبلينج ريت ده المفروض ان هو يبقى ليه value معينة ما يقلش عنها عشان خاطر اقدر اعمل reconstruction للسيجنال تاني من السامبلز بتاعتها ديت، وهنشوف دلوقتي برضو القيمة ديت المفروض تبقى كام بالظبط. تاني حاجة اسمها السامبلينج تايم. السامبلينج تايم اللي هي عبارة عن التايم ما بين كل تو سامبلز، والسامبلينج تايم بنديله رمز تي اس وهو عباره عن مقلوب السامبلينج فريكوانسي. فايه لو انا معايا سامبلينج فريكوانسي اقدر اجيب السامبلينج تايم او العكس. طيب عندنا زي ما كنا قلنا من شويه انا السامبلينج فريكوانسي ده المفروض يكون ليه قيمه معينه عشان خاطر اقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال تاني. القيمه ديت يعني اكتشفها عالم اسمه نيكوست واتسمت باسمه اللي هي نيكوست sampling theorem. بتقول انه لاي band limited signal عشان خاطر اقدر اعمل لها reconstruction تاني من السامبلز بتاعتها لازم السامبلينج فريكوانسي اللي احنا قلنا هنسميه fs يكون اكبر من ضعف الماكسيمم فريكوانسي بتاع السيجنال. يعني انا هشوف السيجنال بتاعتي ديت في الفريكوانسي دومين ده مثلا الماكسيمم فريكوانسي بتاعها، اشوف الماكسيمم فريكوانسي ده هيبقى كام ولازم اعمل سامبلينج بفريكوانسي يكون اكبر من ضعف الفريكوانسي ده. ولكن مثلا لو كان الفريكونسي ده اف ام يبقى لازم اعمل سامبلنج بفريكونسي اكبر من 2 اف ام عشان اقدر اعمل ريكونستراكشن. لو انا عملت سامبلنج بفريكونسي اقل من ده مش هقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال بتاعتي. طيب انواع السامبلنج يعني هما كتير بس احنا هنشوف هنا ثلاث انواع. اول نوع اسمه ايديال سامبلنج، والايديال سامبلنج ده يعني هو تقريبا طريقه السامبلنج اللي ممكن اغلبنا عارفينها، بس احنا هنشوفها هنا بتفاصيله ومعادلاتها. وبعد كده عندنا practical sampling. البراكتيكال sampling بيتقسم الى حاجتين، حاجه اسمها natural sampling وحاجه اسمها flat top sampling. طيب الايديال sampling ده هو حاجه من اسمها ايديال واحنا ما عندناش حاجه ايديال، فهي حاجه practical انا ما اقدرش احققها. عشان خاطر الايديال sampling ده ما قدرناش ان احنا نحققه اتنقلنا الى الناتشرال sampling. الناتشرال sampling لما هنشوفه هنلاقي ان هو فيه مشكله معينه، وعشان خاطر نحل المشكله ديت هنروح الى الفلات توب سامبلنج، والفلات توب سامبلنج هو ده اللي بيستخدم. طيب قبل ما نبدا في الايديال سامبلنج محتاجين نفتكر شويه حاجات كده بس من فورير ترانسفورم لان احنا هنستخدمها معانا. لو انا عندي بيريوديك ترين اوف دلتاز بالمنظر ده كده، يعني عندي دلتات كده مكمله من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه، فالايكويشن بتاعتها هتبقى سيجما ماينس من ان يكون ماينس انفينيتي لانفينيتي دلتا تي ماينس ان تي اس. فهي بيبقى عندي دلتا عند مضاعفات تي اس، والتي اس ده اللي هو السامبلنج تايم اللي احنا لسه قايلين عليه، هيبقى عندي دلتا عند 0 ودلتا عند تي اس و2 تي اس وهكذا. لو جيت اجيب الفريكونسي بتاعها هتبقى برضو ترين اوف دلتاز اللي هي دلتا اف ماينس ان اف اس، ولكن هيبقوا مضروبين في امبليتيود اللي هو اف اس اللي هو السامبلنج فريكونسي اللي احنا شغالين بيه. الاثبات بتاع التحويله دي كده يعني هو طويل شويه فهو احنا مش مطالبين بيه، بس مهم ان احنا نبقى عارفين انه البريودك ترين اوف دلتاز فري ترانسفورم بتاعه برضو بيريوديك ترين اوف دلتاز بس بيبقى مضروب فيه فريكوانسي سامبلنج فريكوانسي. برضو لو انا عندي سيجنال ضربتها في دلتا
الاوتبوت اللي هيطلع لي هيبقى السيجنال ديت عند مكان الدلتا دي. يعني لو انا عندي مثلا سيجنال مثلا بالمنظر ده كده وضربتها هنا مثلا في دلتا، ضربت الاثنين دول في بعض، هيديني قيمة السيجنال عند الحتة دي، عند الدلتا دي مثلا. شوف قيمة السيجنال عند الدلتا دي بكام، وهيديني سامبل هنا كده بالظبط. ده كده لو انا ايه عملت ضرب. طيب لو انا عملت convolution بين سيجنال وبين دلتا، فلو انا مثلا كان عندي سيجنال بالمنظر ده تمام في الفريكونسي دومين، وعملت convolution مثلا مع دلتا، وليكن دلتا ديت مثلا عند هنا عند اف نود مثلا، ايا يكن قيمة اف نود دي كام، انا هنا عملت convolution، عامل convolution بين الاثنين دولت، فاللي هعمله ان انا هيطلع لي السيجنال نفسها بس شيفتد عند الدلتا دي. فهنا السنتر بدل ما كان عند الزيرو هلاقي ان هنا السنتر بقى عند اف نود. مهم ان احنا عارفين الكلام ده لان احنا هنستخدمه كمان شويه. برضو لو انا عندي ريكتانجولار بالس ترين، يعني عندي بدل ما كان ترين اوف دلتاز لا هيبقى عندي ترين اوف بالسز بالمنظر ده، فالايكويشن اللي هي عباره عن ريكت تي ماينس ان تي اس على تاو، وتاو ده اللي هو الويدث بتاع البالس. لو جيت اجيب الفري ترانسفورم هيبقى ترين اوف دلتاز برضو، ولكن هيبقى يعني جوه سينك، يعني ماشي مع سينك فانكشن كده، الامبليتيودز ماشي مع سينك فانكشن. والدلتا اللي عند الزيرو ديت بيبقى الامبليتيود بتاعها تاو اللي هو الويدث بتاع البلس على تي اس اللي هو السامبلنج تايم اللي احنا شغالين بيه. برضو ممكن يبقى نبص على الحاجات دي، التحويلات ديت، ان انا لو عندي ريكت تي على تاو بتبقى حاجه بالمنظر ده كده، الويدث ده اللي هو تاو، الفوري ترانسفورم بتاعها بيبقى تاو سينك تاو اف. برضو من الدواليتي لو انا عندي السيجنال اللي في التايم دومين كانت سينك اي تي، وجيت اجيب لها الفوري ترانسفورم، هيبقى تبقى عباره عن ريكت اف على اي، وهقسم بره على اي برضو. برضو يعني تراي، لو انا عندي تراي تي على تاو وجبت لها الفوري ترانسفورم هتبقى تاو سينك سكوير تاو اف. وبالدواليتي برضو لو انا عندي سينك سكوير اوف اي تي جبت لها الفوري ترانسفورم هتبقى تراي اف على اي، وبره هقسم على اي. فمهم الحاجات دي ان احنا كده نبقى فاكرينها عشان خاطر هنستخدمها دلوقتي. اول حاجه هنشوفها هي الايديال سامبلنج. وزي ما قلنا الايديال سامبلنج احنا يعني اغلبنا عندنا فكره عنه او ممكن شفناه قبل كده، بس هنشوفه بتفاصيل اكتر شويه دلوقتي. هو بنجيبه عن طريق ان انا باخد السيجنال بتاعتي وبعمل لها مالتيبليكيشن في ترين اوف بالسز، ترين اوف بالسز اللي احنا لسه ترين اوف امبالسز معلش ترين اوف دلتا زي يعني اللي احنا لسه شايفينه. فالسامبل سيجنال بتاعتي هتبقى عباره عن اكس اوف تي اللي هي السيجنال بتاعتي في x delta of t اللي هي train of deltas. طيب فهتبقى دي ال sample signal بتاعتي. لو جبنا لها free transform فالترانسفورم بتاع x of t بتاع signal هيبقى x of f ايا يكن بقى شكل السيجنال ديت، والترانسفورم بتاع train of deltas هيبقى عبارة عن برضو train of deltas بس مضروب فيه بره amplitude اللي هو sampling frequency. طيب لو جينا نشوف مثال مثلا، لو انا عندي سيجنال في التايم دومين شكلها كده مثلا، ولنفترض انه الترانسفورم بتاعها في الفريكوانسي حاجه بالمنظر ده، دي كده راندوم سيجنال يعني حاجه احنا فرضناها، وانا عاوز ابدا اعمل سامبلنج للسيجنال ديت. هنشتغل في التايم، يعني هنمشي كده في التايم نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط، وبعد كده هنشوف الافكت بتاع الكلام ده في الفريكوانسي هيبقى عامل ازاي. طيب الايديال سامبلنج احنا قلنا ان هو عباره عن ان انا هاخد السيجنال الاصليه بتاعتي واضربها في ترين اوف دلتاز اللي هو ده. طيب لما اضرب ترين اوف دلتاز في سيجنال، فانا هي عمليه ضرب، فانا هاجي كده عند الزيرو اضرب دلتا اللي هنا في السيجنال هنا هيديني قيمه السيجنال عند الزيرو، وبعد كده هنا مفيش حاجه يعني في هنا القيمه هنا بزيرو، فزيرو هنا في ايا يكن قيمه السيجنال بكام هيديني زيرو، وبعد كده الدلتا اللي هي عند تي اس هتتضرب هنا فهيديني قيمه السيجنال عند تي اس. فهنلاقي ان احنا ماشيين مع الانفلوب بتاع السيجنال بس عباره عن دلتات عند زيرو ومضاعفات بقى التي اس بالبوزيتيف وبالماينس. طيب لما نشوف الافكت بتاع الكلام ده في الفريكونسي دومين، فهنلاقي انه السيجنال ديت احنا مفترضين انه السبيكتروم بتاعها حاجه بالمنظر ده، وبما ان انا بعمل هنا مالتيبليكيشن فانا هعمل هنا كونفوليوشن، والفريكونسي دومين بتاع الترين اوف دلتاز هيبقى برضو ترين اوف دلتاز بس مضروب في السامبلنج فريكونسي. ولما اعمل كونفوليوشن فاحنا قلنا الكونفوليوشن مع دلتا بيديني السبيكتروم بتاع السيجنال شيفتد عند الدلتا، فانا هعمل كونفوليوشن مع الدلتا اللي عند الزيرو فهيديني السيجنال نفسها عند الزيرو زي ما هي، هعمل كونفوليوشن مع الدلتا اللي عند اف اس فهيديني السيجنال سنترد عند اف اس، كونفوليوشن مع 2 اف الدلتا اللي عند 2 اف اس فهيديني برضو هنا السيجنال سنترد عند 2 اف اس وهكذا. طيب عشان خاطر اقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال فانا محتاج ايه؟
محتاج ان انا اقدر ارجع الشكل ده كده تاني. لو رجعت الشكل ده تاني هجيب له الانفرس فوري ترانسفورم، يبقى انا رجعت السيجنال بتاعتي. عشان خاطر اقدر اعمل الكلام ده ارجع الشكل ده، فانا محتاج هنا اخد لو باس فلتر. لو انا عندي لو باس فلتر هنا كده هيرجع لي الشكل ده بس ويريجكت الباقي، هاخد السيجنال ديت اعمل لها انفرس فورير، يبقى انا رجعت السيجنال بتاعتي والدنيا تمام، ما عندي فيش مشاكل. طيب عشان خاطر اقدر اعمل الكلام ده، عشان خاطر اللو باس فلتر يعني يقدر ياخد لي بس السيجنال ديت، محتاج انه اف اس ماينس اف ام، ده الكونديشن بتاعي انه اف اس ماينس اف ام اللي هي دي لازم تبقى اكبر من دي، فيبقى اف اس ماينس اف ام لازم تبقى اكبر من او بتساوي اف ام. ومن هنا نقدر نقول انه اف اس اكبر من او بتساوي 2 اف ام اللي هو النيكوست ريت اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، ده هو جه من هنا يعني. برضو احنا ما بنشتغلش ب 2 اف ام بالظبط، لان لو اشتغلت ب 2 اف ام بالظبط هتبقى حاجه بالمنظر ده كده يعني. بس الكلام ده عشان تبان، لو اشتغلت ب 2 اف ام بالظبط هتبقى حاجه بالمنظر ده، هتبقى كده. فانا عشان خاطر ابيك دي بالظبط كده، والتانيه دي هتبقى هنا برضه، عشان خاطر ابيك اللي في النص دي بالظبط اللي انا عاوزها هحتاج شارب فلتر. وشارب فلترز يعني مش سهل ان احنا نجيبها. عشان خاطر كده بنعمل حاجه اسمها بنسيب بين السيجنال التانيه جارد باند، وعشان خاطر نسيب الجارد باند ده محتاجين انه السامبلنج فريكونسي يبقى اكبر من 2 اف ام. ممكن نشتغل ب 2 اف ام زي ما قلنا، هنحتاج بقى ايه؟ هنحتاج شارب فلتر. فزي ما قلنا الكونديشن عشان خاطر اقدر اعمل بروبر سامبلنج انه لازم السامبلنج فريكونسي يبقى اكبر من ضعف الماكسيمم فريكونسي بتاع السيجنال بتاعتي، واقدر ان انا اعمل ريكونستراكشن للسيجنال عن طريق استخدام لو باس فلتر. طيب لو جينا نشوف مثال على الكلام ده، فهو هنا مديني اكس اوف تي بتساوي 4000 سينك 2000 تي، وطالب مني السامبلنج ريت والسامبلنج تايم، وان انا سكتش السامبل سيجنال في التايم دومين وفي الفريكونسي دومين. لو كان مديني الاف جي اللي هي الجارد باند ده ب 0.2 كيلو هرتز، ولو كان مديني السامبلنج ريت ب 1.5 نيكو ستريت، نيكو ستريت اللي هو 2 اف ام، فهو لو السامبلنج فريكونسي هيبقى 1.5 من النيكو ستريت ده، او لو كان بيساوي النيكو ستريت او بيساوي 0.5 من النيكو ستريت. اول خطوه هنعملها ان احنا هنروح نجيب الفوري ترانسفورم بتاع الكلام ده. احنا قلنا لو انا عندي سينك اي تي وحبيت اجيب لها الفوري ترانسفورم بتاعها، هتبقى عباره عن ريكت اف على اي وهقسم بره على اي، ف سينك 2000 تي هتبقى عباره عن ريكت اف على 2000 وهقسم بره على 2000، فيبقى عندي 4000 على 2000 اللي هي هتبقى 2. وال2000 ديت اللي هي كانت التاو في المعادله الاصليه بتاعت الريكت، قلنا ان هي بتعبر لي عن الويدث بتاع الريكت، فده الكلام المكتوب هنا. ولو جينا نعمل لها سكتش هتبقى عباره عن ريكت اهي، الامبليتود بتاعها ب2 والباند ويدث بتاعها ب1 كيلو. اول حاله هو مديني انه الاف جي الجارد باند ب 0.2 كيلو هرتز. لو رجعنا هنا كده للرسمه اللي فوق ديت هنلاقي انه اف اس هنا، يعني لو انا عندي فيه جارد باند موجود، فالسامبلنج فريكوانسي هيبقى عباره عن 2 اف ام زائد الاف جي. فهنا انا الاف ام اللي هو الماكسيمم فريكوانسي عندي 1 كيلو، والاف جي ب 0.2 كيلو، فانا هنا السامبلنج فريكوانسي اللي هشتغل بيها هيبقى عباره عن 2.2 كيلو هرتز. لو جينا ان احنا نجيب السامبلنج تايم، فهو مقلوب الفريكوانسي اللي هو هيبقى عباره عن 400 مايكرو سكند. هو عاوزني اسكتش السامبل سيجنال في التايم دومين وفي الفريكوانسي دومين. اللي هنعمله هنعمل نفس الخطوات اللي احنا كنا عاملينها فوق، اللي هي عباره عن ان انا هرسم السيجنال بتاعتي في التايم دومين، تبقى سينك فانكشن بالمنظر ده، وبعد كده هرسم ترين اوف دلتاز عند مضاعفات تي اس و2 تي اس وهكذا، وبعد كده هعمل عمليه ضرب في التايم دومين. فقلنا لما بعمل عمليه الضرب اللي هي في التايم دومين بيبقى عندي عباره عن الانفلوب بتاعي هو السيجنال الاصليه، وباخد سامبلز عند مضاعفات تي اس. فانا هنا هيبقى عندي في سامبل هنا، وبعد كده السامبل الثانيه هتبقى عند تي اس اللي هي عباره عن 400 مايكرو. قبل ما نحط بقى باقي السامبلز محتاجين نشوف الزيروز بتاعت السينك فانكشن ديت موجوده فين. الزيروز بتاعت السينك فانكشن بتبقى موجوده عند مقلوب اللي جوه السينك فانكشن، فهي كانت عباره عن سينك 2000 تي، فالزيروز تبقى عند 1 على 2000 و 2 على 2000 وهكذا. 1 على 2000 ديت اللي هي 500 مايكرو، فانا هنا كده عندي عند ايه 500 مايكرو،
وهنا عند 1000 مايكرو وهكذا. طيب السامبل الثاني هتبقى عند تي اس اللي هي هتبقى عباره عن تي اس احنا جايبينها تقريبا 400 مايكرو، فهيبقى السامبل الثانيه موجوده هنا كده. السامبل الثالثه هتبقى عند 2 تي اس يعني عند 800 مايكرو يعني هنا كده تقريبا وهكذا، وهكمل برضو الجزء اللي في النيجاتيف وهكذا. ايه هفضل ماشي. طيب لو جينا نشوف الفريكونسي دومين بتاعي هيبقى عامل ازاي، فهنشوف الفريكونسي دومين بتاع السينك ديت هيبقى عباره عن ريكت احنا لسه جايبينها، الامبليتيود ب 2 والباندويث بتاعها ب 1 كيلو، وعندي الفوري ترانسفورم بتاع ترين اوف دلتاز برضو قلنا هيبقى عباره عن ترين اوف دلتاز عنده مضاعفات اف اس بس ليه ماجنتيود ليه امبليتيود اللي هو اف اس، واف اس احنا هنا شغالين بيه اللي هو عباره عن 2.2 كيلو هرتز وده عند مضاعفات اف اس. في الفريكونسي دومين قلنا ان احنا بنعمل عمليه كونفوليوشن لان احنا في التايم دومين عاملين عمليه ضرب، فلما اعمل كونفوليوشن قلنا كونفوليوشن مع دلتا هيبقى عباره عن ان انا هاخد السيجنال نفسها واحطها اشفتها عند كل دلتا فيهم، فانا هيبقى عندي هنا السيجنال نفسها عند دلتا اللي عند الزيرو، وبعد كده هيبقى عندي السيجنال نفسها سنترد عند اف اس، وعندي السيجنال نفسها سنترد عند ماينس اف اس ماينس اف اس و2 اف اس ماينس 2 اف اس وهكذا، والامبليتيود بتاعي هيبقى عباره عن 2 في 2.2 كيلو اللي هو هيبقى عباره عن 4.4 كيلو هرتز. تمام، ودي هنا عند هنا ده كده 1 كيلو، وعندي فيه جارد باند 0.2 فهيبقى ده 1.2، واللي هنا السنتر هيبقى 2.2 وهكذا، وده هنا هيبقى ماينس 2.2 كيلو طبعا كله. تمام، هنا السامبلنج فريكوانسي اف اس اللي انا شغال بيه عباره عن 2.2 كيلو هرتز. تمام، اللي هو اكبر من 2 اف ام، فبالتالي كده انا اقدر ايه عملنا بروبر سامبلنج واقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال عن طريق زي ما قلنا لو باس فلتر. طيب لو جينا نشوف تاني حاله هو عاوزها، هو طالب مني لو انا كان عندي السامبلنج فريكوانسي هو عباره عن 1.5 من النيكو ستريت، احنا قلنا النيكو ستريت اللي هو عباره عن 2 اف ام، واف ام عندي ب 1 كيلو فيبقى 2 اف ام اللي هو 2 كيلو، وهو طالب مني عند 1.5 نيكو ستريت يعني طالب مني السامبلنج فريكوانسي يبقى 3 كيلو هرتز. لو جينا نجيب السامبلنج تايم هيبقى عباره عن 1 على 3 مللي سكند، والسكتش هيبقى هو زي اللي فات، ولكن بس الاختلاف ان انا هنا الاف اس ديت ده كده هيبقى عباره عن هيبقى 3 كيلو بدل 2.2، وبرده اماكن السامبلز برده هتختلف على حسب السامبلنج تايم بس السكتش هيبقى نفسه. الحاله اللي بعد كده هو طالب مني لو الاف اس السامبلنج فريكونسي بيساوي النيكو ستريت بالظبط، يعني هشتغل بسامبلنج فريكونسي بيساوي 2 كيلو، لو جينا نجيب السامبلنج تايم اللي هو 1 على 2 كيلو هيطلع 500 مايكرو. هنرسم بقى الشكل في الفريكونسي دومين بس، لان الشكل كده كده في التايم دومين هيبقى هو نفسه مش هيختلف فيه حاجه بس الا اماكن السامبلز. في الفريكونسي دومين انا دي السيجنال بتاعتي لما اعمل لها كونفوليوشن مع الدلتاز، فانا هيبقى الدلتاز موجوده عند مضاعفات اف اس، اول دلتا عند الزيرو فهيبقى السيجنال نفسها سنترد عند الزيرو، الدلتا اللي بعد كده هتبقى سنترد عند اف اس اللي هو ب 2 كيلو. طيب احنا هنا عندنا ده كده 1 كيلو، الايدج ده كده 1 كيلو، لو جينا نرسم السيجنال يعني الشيفتد فيرجن الثاني هيبقى سنترد عند 2 كيلو. تمام، هيطلع لي حاجه بالمنظر ده كده، يبقى كده بالظبط، واللي في النيجاتيف عند ماينس 2 كيلو هيبقى كده. فهنلاقي انه زي ما قلنا لو انا شغال بسامبلنج ريت بيساوي بالظبط 2 اف ام، هبقى عشان خاطر ارجع السيجنال دي كده محتاج شارب فلتر، ودي طبعا حاجه مش سهله. هو هنا ما حصلش اليزنج يعني السيجنال ما دخلتش في بعضها، ولكن عشان اعمل ريكونستراكشن محتاج شارب فلتر. اخر حاجه هو كان عاوزنا اشتغل بسامبلنج فريكونسي بيساوي نص النيكو ستريت، يعني عاوزنا اشتغل بسامبلنج فريكونسي بيساوي 1 كيلو. طيب لو رسمنا الشكل بتاعنا هنلاقي انه لما اعمل كونفوليوشن مع اول دلتا هيديني السيجنال زي ما هي، تاني دلتا هتبقى سنترد عند 1 كيلو، فدلتا سنترد عند الواحد كيلو هنلاقي انه هتبقى تاني فيرجن يعني هيبقى حاجه بالمنظر ده كده، ده كده هي سنترد عند 1 كيلو، يعني نفترض ان ده سنتر هتبقى هنا في كده 2 كيلو، معلش اسف هتبقى كده معلش، هنا السنتر عند 1 كيلو وهنا ده 2 كيلو.
ولو جينا نشوف برضو الجزء اللي في النيجاتيف هيبقى بالمنظر ده، هيبقى سنترد عند ماينس 1 كيلو. لو بصينا على الشكل ده كده هنلاقي ان انا حصل عندي اليزنج، السيجنال دخلت في بعضها. فلو بصينا كده هنا الامبليتيود بتاعي 2 كيلو، تمام؟ طيب الشكل ده كده لو بدأنا ان احنا هنا في الرينج ده كده في الجزء ده كده، انا عندي 2 كيلو من اللي هي الجزء الاولاني اللي هو بالازرق ده كده، و2 كيلو من الجزء اللي بالاحمر، فهلاقي ان انا عندي هنا كده 4 كيلو. الامبليتيود بتاعي 4 يعني 4 في 10 باور 3. وهنا برضو في الجزء اللي في النيجاتيف برضو نفس الكلام، الكلام ده كده لحد 1 كيلو، لحد هنا برضو ماينس 1 كيلو. بعد كده هلاقي ان انا بس عندي الامبليتيود هيقل كده وكده، هنلاقي ان انا ايه لو جيت اعمل ريكونستراكشن هاخد لو باس فلتر مش هيرجع لي السيجنال الاصليه، فهنا كده حصل لي ديستورشن. بسبب ايه؟ بسبب ان انا اشتغلت بسامبلنج ريت اقل من النيكو ستريت. طيب هنا لما اشتغلنا بسامبلنج ريت اكبر من النيكو ستريت، فاحنا كده عملنا حاجه اسمها اوفر سامبلنج، ان انا السامبلز عندي تبقى بعيده شويه عن بعضها، قصدي السامبلز بتاعتي بتبقى قريبه من بعضها، فانا بقدر اعمل ريكونستراكشن بشكل كويس باستخدام لو باس فلتر عادي، براكتيكال لو باس فلتر. لو اشتغلت بسامبلنج فريكوانسي بيساوي النيكو ستريت، فانا هنا ببقى بعمل حاجه اسمها كريتيكال سامبلنج، وزي ما قلنا عشان خاطر اعمل ريكونستراكشن محتاج شارب فلتر. لو انا اشتغلت بسامبلنج ريت اقل من النيكو ستريت، فاحنا كده ببقى بعمل حاجه اسمها اندر سامبلنج، ودي بتعمل لي اليزنج والسيجنال ما اقدرش ان انا اعمل لها ريكونستراكشن تاني. ده كده الايديال سامبلنج. مشكله الايديال سامبلنج ان احنا بنعمل سامبلنج باستخدام ترين اوف دلتاز، والدلتا ديت مش حاجه براكتيكال اقدر ان انا اعملها، لان الدلتا المفروض ان هي الويدث بتاعها يبقى تقريبا زيرو والامبليتيود بتاعها هيبقى كبير، فان انا احصل على دلتا براكتيكال دي حاجه ما نقدرش ان احنا نعملها. عشان كده هنبدا نشوف البراكتيكال سامبلنج. اول نوع من البراكتيكال سامبلنج هو الناتشرال سامبلنج. الناتشرال سامبلنج هو عباره عن ان انا هعمل حاجه قريبه من الايديال سامبلنج، ان انا هستخدم بدل ما كنت بستخدم ترين اوف امبلسز انا هستخدم ترين اوف ريكتانجولار بولسز، بس هحاول ان انا اخلي الويت بتاعها يبقى صغير جدا على قد ما اقدر. طريقه السامبلنج هي نفسها، انا هاخد السيجنال بتاعتي بس بدل ما كنت بضربها في ترين اوف دلتاز هضربها في ترين اوف ريكتانجولار بولسز، اللي احنا كنا شايفين المعادله بتاعته من شويه اللي هو سيجما من ان يكون ماينس انفينيتي لانفينيتي ريكت تي ماينس ان تي اس على تاو، يعني عندي ريكتات عند مضاعفات تي اس. ريكت ديت ممكن تتكتب بطريقه ثانيه ان احنا نكتب باي تي ماينس ان تي اس على تاو، هي نفسها لو انا كتبتها ريكت، يعني ايه نبقى عارفين الشكلين عشان خاطر لو اتسالنا فيها باي شكل منها. الاوتبوت عندي اللي هي السامبل سيجنال في التايم دومين هتبقى عباره عن الانبوت سيجنال مضروبه في الترين اوف بالسز ده. طيب الترين اوف بالسز ده احنا كنا شايفين الفري ترانسفورم بتاعه فوق اللي هو كان برضو عباره عن ترين اوف دلتاز، بس ماشيه مع الانفلوب بتاع سينك فانكشن، والدلتا اللي عند الزيرو كان الامبليتيود بتاعها بيبقى تاو على تي اس. هنشوف مثال برضو زي ما شفناه في الايديال سامبلنج. لو انا افترضت ان انا عندي دي كده سيجنال موجوده في التايم دومين، ونفترض ان ده كده شكل السبيكترم بتاعها انيكون، بنضرب في ترين اوف بالسز اللي هو حاجه بالمنظر ده كده. فلما اضرب في ترين اوف بالسز الاوتبوت عندي هيبقى عباره عن بالسز واخده الانفلوب بتاع السيجنال نفسها اللي هو المنظر ده كده. طيب المشكله عندي في الناتشرال سامبلنج هو انه الامبليتيود هنا مش كونستانت، الامبليتيود بياخد بيبقى الامبليتيود بتاعي انالوج واخد الانفلوب بتاع السيجنال نفسها، انا بحتاج انه الامبليتيود بتاعي يبقى حاجه كونستانت بالمنظر ده كده، ايا يكن القيمه اللي ياخدها كام بالظبط، بس المهم ان هو يبقى ايه يبقى كونستانت. لو جينا نشوف الفريكوانسي دومين، فاحنا قلنا السبيكترم بتاع السيجنال هو حاجه بالمنظر ده، والسبيكترم بتاع ترين اوف بالسز احنا قلنا ان هو سينك فانكشن عباره عن دلتاز، يعني ماشيه مع الانفلوب بتاع سينك فانكشنز عند مضاعفات الاف اس، والدلتا اللي عند الزيرو الامبليتيود بتاعها تاو على تي اس، وتاو اللي هو العرض بتاع البلس. لما نعمل كونفوليوشن بين السيجنال ديت مع الشكل ده، فانا بعمل كونفوليوشن مع دلتاز، فهو نفس اللي احنا كنا بنعمله، ولكن الفرق انه
في الايديال سامبلينج كان الكونفوليوشن الناتج بتاعه عباره عن لو مثلا كانت ريكت فانكشنز كان بيبقى كلهم ليهم نفس الامبليتيود. هنا لا، الامبليتيود هنلاقي ان هو مختلف، يعني هنا اللي هي سيجنال سنترد عند الزيرو الامبليتيود بتاعها بيبقى اكبر واحد، وبعد كده كل ما ايه كل ما نبدا نمشي هنا في البوزيتيف او في النيجاتيف فريكونسي الامبليتيود بيبدا ان هو ايه يقل مع الانفلوب بتاع السينك فانكشن. زي ما قلنا المشكله في الناتشرال سامبلنج هو انه الامبليتيود بتاعي مش كونستنت. عشان خاطر كده حلينا المشكله ديت باستخدام الفلات توب سامبلنج. الفلات توب سامبلنج هو حل مشكله الناتشرال سامبلنج عن طريق ان هو خلى البلس يبقى ليها امبليتيود كونستنت على طول طول البلس. ده بيتعمل ازاي؟ هو بيتعمل باستخدام ان انا بعمل ايديال سامبلنج وبعد كده بعمل كونفوليوشن مع ريكتانجولار بلس ليها امبليتيود بواحد. طيب حد هيقول احنا لسه قايلين من شويه ان انا ما بقدرش ان انا اعمل ايديال سامبلنج لان انا الترين اوف دلتاز ده ما بقدرش ان انا اجيبه. فازاي دلوقتي احنا قلنا ان الفلات توب سامبلنج اللي احنا قلنا ان هو بيستخدم هنعمله عن طريق ان احنا هنعمل ايديال سامبلنج. ده ثيوريتيكال، انما براكتيكال اللي بيحصل فهو بيتعمل عن طريق حاجه اسمها سامبل اند هولد اوبريشن. سامبل اند هولد اوبريشن ديت في سيركتس كتير بتعمل موضوع السامبل اند هولد اوبريشن ده، ان هو بنبدا لو انا مثلا دي السيجنال بتاعتي فانا هبدا اخد سامبل مثلا هنا، هاخد مثلا سامبل هنا وهفضل عامل لها هولد لفتره معينه من الزمن وبعدين انزل، وبعدين هاجي بعد كده اخد سامبل ثانيه واعمل لها هولد لفتره من الزمن وبعدين انزل وهكذا. ده كده اللي هو موضوع السامبل اند هولد. طيب لو جينا برضو نبص نشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فلو انا ديت شكل السيجنال بتاعتي في التايم دومين وهنعمل هنعمل ايديال سامبلنج عادي، فانا هضرب فيه ترين اوف دلتاز عادي خالص، وبعد كده الاوتبوت اللي هيطلع لي لما اضرب ده كده في ترين اوف دلتاز هيديني السيجنال سامبل ايديال سامبلنج عادي خالص. لما اعمل كونفوليوشن للكلام ده مع ريكتانجولار بلس اللي هيحصل انه الريكتانجولار بلس ديت هتتشفت برضو عند ايه عند كل دلتا، فاللي هيحصل ان انا هيطلع لي بلسز بالمنظر ده كده عند مضاعفات تي اس، والبلسز ديت لو لاحظنا هنلاقي انه الامبليتيود بتاعها كونستنت. لو جينا نشوف ايه اللي بيحصل في الفريكوانسي دومين هنلاقي انه لو افترضنا انه السبيكترم بتاع السيجنال ديت هو ريكت فانكشن بالمنظر ده ايا يكن يعني على حسب السيجنال بتاعتي، والايديال سامبل سيجنال اللي هي اكس داش اوف تي كنا شايفين السبيكترم بتاعها ان هو عباره عن باخد السيجنال وبعمل لها بتبقى موجوده متشفته عند مضاعفات اف اس وليها امبليتيود اف اس. الاتش اوف تي اللي هي ريكت فانكشن لو جبنا لها الفوري ترانسفورم هيبقى عباره عن سينك برضه على حسب الويدث بتاعها كام بالظبط، يعني هيبقى نشوف السينك دي هتبقى عامله ازاي. وانا هنا بعمل كونفوليوشن ما بين السامبل سيجنال ديت مع الريكت فانكشن دي، فبالتالي في الفريكوانسي هبقى بعمل ملتيبليكيشن. لما نعمل ملتيبليكيشن فهنلاقي انه اللي هيطلع لي هيبقى عباره عن ريكت فانكشنز او مش ريكت فانكشنز بالظبط، يعني هتبقى حاجه بالمنظر ده ان انا هعمل ملتيبليكيشن ما بين ده وده فهيطلع لي حاجه في الرينج ده، وهتاخد الامبليتيود بقى اللي هو عباره عن اف اس في الامبليتيود بتاع السينك فانكشن ايا يكن هو كام. دي اللي هي الجزء ده كده المفروض ان هو هنا يعني بالظبط، بس الرسمه مش مظبوطه قوي بالظبط. يعني مشكله الشكل ده كده ان هو ديستورتد لانه انا المفروض السيجنال بتاعتي كانت كده، لقيت ان هي بقت كده وبقت كده ويعني ايه، فهي حصل لها ديستورشن. الديستورشن ده جاء من السينك فانكشن ديت. عشان خاطر نحل المشكله بتاعت الديستورشن ديت بتتحل ب حاجه اسمها ايكوالايزر. ان انا بعمل ايه عشان خاطر اقدر اعمل ريكونستراكشن للسيجنال؟ فاحنا قلنا هنعمل لو باس فلتر. اللو باس فلتر هياخد لي السيجنال دي. طيب هل السيجنال ديت هي السيجنال الاصليه؟ لا مش هي نفسها. عشان اعمل ريكونستراكشن محتاج ارجع الشكل ده كده للسيجنال الاصليه ديت. ده بيتم عن طريق حاجه اسمها ايكوالايزر. الايكوالايزر ده اللي بيعمله ان هو بيعكس لي الايفكت بتاع الاتش اوف اف، فبيبقى الترانسفير فانكشن بتاعت الايكوالايزر هي عباره عن واحد على اتش اوف اف عشان خاطر يعكس لي الايفكت بتاع الاتش اوف اف، فبالتالي اقدر ارجع السيجنال نفسها واجيب الانفرس فوري، يبقى انا كده رجعت السيجنال في التايم دومين.
الفلات توب سامبلينج بيبقى ايديال سامبلينج لو الويدث بتاع البلسز بقى اصغر. يعني لو انا هنا كده الويدث ده كده صغرناه على قد ما نقدر، هنلاقي انه الفلات توب اتحول الى ايديال سامبلينج. طيب احنا كده يعتبر خلصنا السامبلينج خلاص، بس هنشوف كده السامبلينج ريتس في حاجات مختلفه. يعني في السبيتش مثلا اغلب الديجيتال تليفون سيستمز بيشتغلوا بسامبلينج ريت 8000 سامبل بير سكند. لو بنتكلم على اوديو، فالاوديو الموجود في السي دي بيبقى شغال بسامبلنج ريت حوالي 44000 سامبل بير سكند. ولو اتكلمنا على الفيديو، فعين الانسان عشان خاطر تقدر انها تحس انه الفيديو ده سموث، مش عبارة عن مجموعة صور كده ورا بعضها وما نحسش بالتقطيع بين الصور وبين بعضها، محتاجين ان احنا نبقى شغالين باتليست 20 فريم بير سكند. احنا كده يعتبر خلاص خلصنا المحاضرة دي، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.